وصلنا ورجعنا لكم في شيري لايف. كمان حلقة كانت سكت على الآخر قبل الفاصل. والله لينا كنت فاكر إن أنتي مش هترجعي بعد الفاصل. وما رجعش ليه يعني؟ هو الكلام بفلوس. أنا أحييكي على ثقتك بنفسك. جد. طب يا ترى عندك رد على الاتهامات اللي اتقدمت لك قبل الفاصل؟ هيا يا جماعة، حد عنده حاجة تانية عايز يقولها؟ وأنت عندك حاجة عايز تقولها؟ لا اتفضلي. الباشمهندس بتاعك العبقري اللي اتصل، ايا كان بقى ملحن موزع ما يخصنيش، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، وشرايطي بتتباع ومكسره الدنيا، واغانيه مليانه في ديسكوهات مصر كلها، وحفلاتي مليانه على اخرها، يعني رايه ما يخصنيش في حاجه، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، مش كده ولا ايه؟ انا بغني عشان في مخرج بيخرجني وفي منتج بينتج لي، مش برخصه زي ما المحترم قال لك دلوقتي. طب يا ترى يا نينا، مكاسبك الادبيه وخصوصا الماديه يعني تستاهل انك تحطي نفسك في موقف محرج زي اللي اتحطيتي فيه من شويه؟ يعني ايه؟ مش فاهمك. بتكسبي كتير يعني؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما بكسبش؟ طبعا الناس فاكره ان انا ياما هنا ياما هناك، بس الحقيقه بقى ان انا ما بكسبش، وإن في ناس تانية هي اللي بتكسب من ورايا. ناس تانية زي مين؟ زيك. زي أنا؟ إزاي يعني؟ يعني تجيبني في البرنامج بتاعك عشان عارف إن الناس بيحبوا يتفرجوا عليا. تتريق عليا ماشي. البيه المحترم بتاعك يتصل يشتمني على الهوا ما يضرش. أهو كله مصلحة. البرنامج كده يسخن أكتر والناس تتفرج أكتر وتبيعه أكتر وأكتر، وأهو كله مستفيد. وطز فيا أنا بقى. يبقى كسبت كده ولا ما كسبتش؟ شريف سامعني؟ قفل الحلقة. كسبنا كلنا حلقة، مش هتتكرر تاني. وإن شاء الله نكسب الماتش النهاردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من شيري لايف. أشوفكم في الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. يا فنان حصل لك ايه؟ مخك راح فين؟ مش عارف تحاور بنت زي دي. خير هيجي منين الخير وانت مسخسخ لي على الهوا؟ ايه اللي بيضحكك قوي كده يعني؟ خلاص مش قادر تمسك نفسك كده ولا بكلمك؟ انت بتسمعني ولا ايه؟ مش شايفني؟ ايه يا شريف حصل لك ايه؟ مالك؟ مش عارف ترد عليها؟ خلاص الخمره لحست دماغك؟ ما تفوق شغلك يا اخي. ده برنامجي انا، اديره بالطريقه اللي تعجبني. مفيش حاجه اسمها برامجي وبرامجك. ايه 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 العك اللي بتطوله ده؟ دي كلها برامج القناه، واهم حاجه اسم القناه اللي مشغلاك ومشغلاني. لا 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 مشغلاك انت لكن انا لا، انا شريف ناجي، يعني القناه دي كلها شغاله على حسي انا. الله يرحم شريف ناجي. بص يا حسين، انا عارف شغلي كويس قوي. انت كل همك الاعلانات، واقف الطالع. لو جت شركة واحدة سحبت اعلاناتها مني يبقى حاسبني. لا يا حبيبي، مش انا اللي هحاسبك. يا ريت اقدر. البت اللي انت هزقتها من شوية دي، ها، واللي انا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفة انها مرافقة سليم صالح، وشوف انت بقى سليم صالح ده واصل لحد فين. اللي هيحاسبك يا نجم صاحب القناة، اللي مشغلني ومشغلك، واللي مخليك بني ادم، واللي مركبك عربية قد كده، واللي من فلوسه بتدفع الخمرة الزفت اللي مبوصلك دماغك. سليم صالح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، بحط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، السؤال اللي في قلبك من ناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعه. لو في حد هيترفض من القناه دي انت عارف كويس قوي هو مين. انت ولا حاجه وانا هنا كل حاجه. تضربني؟ تضربني يا شريف؟ ماشي ابعتبها تاني يا سليم، يا صايع، يا خبرجي، يا شجنون، يا بتاع المسواق، يا جباص، ده انا بدو ما كتبش اضرار. بس يا سليم، يا حشاش، يا سكري.
اتجوز. جوزني ليه يرفضوا؟ ليه عايشه انا بقيت حياتي من غير جواز؟ اهدي بس يعني فين؟ اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اللي انت عايزاه هيحصل. هيحصل امتى؟ انا مش فاهمه يرفضوا ليه. هتتجوزي وهتاخدي تصريح قانوني. هو القانوني ده ممكن ياخد له سنين. يا عالم بقى اكون عجزت ومت واتدفنت كمان ولا ليه؟ ما انا اوريدي مدفونه بالحي. حرام يعني فين، ما تقوليش كده. مش هي دي الحقيقه؟ 6 سنين عايشه مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، و3 سنين هاجني ومعلقني، و5 سنين مستنيه الطلاق، ولسه سنين قدامي عشان اعرف اتجوز. دلوقتي الكنيسه رفضت انها تديكي تصريح جواز، لكن في نفس الوقت سمحت انها تدي لرفيق. ايه يعني؟ ايه يعني يعذبني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اطرح من اجباري؟ ايه بيكافئوه على البهدله اللي بهدلها لي بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه انا ذنبي ايه يعاقبوني انا ليه؟ لانك انت اللي طلبتي الطلاق يعني فين، وصممت عليه وهو كان رافض. يعني انت اللي فرقتي اللي جمعهم الرب. اه وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب. يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جهل مصلحتنا. عارفه ليه؟ هيدينا فرصه ان احنا نرفع قضيه تاني. تاني قضيه تاني؟ انا زهقت. معلش دي اخر قضيه. احنا هنرفع قضيه على الكنيسه. الكنيسه؟ هرفع قضيه على الكنيسه؟ ايوه حقك، ما دام ادوله تصريح وانت لا، يبقى ترفعي قضيه طلبي بحقك زيك زيه. بالذمه ده اسمه كلام؟ عشان اتجوز ارفع قضيه على الكنيسه؟ هو ده الحل يا نيفين، يا كده يا اما في حل تاني ما كنتش اتمنى اننا نوصل له. ايه هو؟ اسلم. خالص لا، مش عايزه اغير ديني. هو ده الحل التاني لو انت عايزه تتجوزي. يعني يا اما اغير ديني يا اما عايش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقول هو كمان يسلم عشان نعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا من اللي عايزه اتجوزه. ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟ هقول انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ عشان واحدة فشلت في الجوازة يا إما تغير دينها يا إما تروح تزني؟ أنا ما أقدرش أعيش متربينها، ما أقدرش. يا ريتني كنت أقدر. أنا عايزة أرجي ربنا بس مش عارفة أعمل إيه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده. أكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. أنا مش راجل دين، أنا راجل قانوني.